أهلا بكم من جديد، نبدأ هذه النشرة من مأرب، حيث تتواصل المعارك العنيفة على امتداد جبهات القتال جنوبي المحافظة، فيما قال الجيش الوطني إنه أحبط محاولات تقدم لميليشيا الحوثيين الإرهابية في جبهات جبل مراد والعبدية وحريب جنوب مأرب خلال الساعات الماضية. وبحسب مصادر ميدانية فإن معارك هي الأعنف تواصلت بين الجيش الوطني والميليشيا الحوثية في العديد من جبهات مديرية الجوبة، بينما كانت جبهتا علفاء والحرة من ناحية مديرية رحبة مسرحا لمواجهة ضارية لم تحقق خلالها الميليشيا أي تقدم يذكر. وبحسب ما نشره موقع سبتمبر التابع لوزارة الدفاع، فإن وحدات من الجيش والمقاومة استهدفت مجامع حوثية حاولت التقدم في جبل مراد والعبدية وحريب وأجبرتها على الفرار بعد سقوط قتلى وجرحى في صفوف المهاجمين وتدمير آليات تابعة لهم. وفي مديرية العبدية المحاصرة منذ 20 يوما لا تزال المعارك مستمرة في عدة جبهات هناك، فيما تمكنت قوات الجيش والمقاومة من كسر هجمات للميليشيا تركزت معظمها في قطاعي أبلاح وخرفان. الجبهات الغربية من المحافظة شهدت هي الأخرى مواجهات عنيفة تركزت في جبهتي الكسارة والمجح عقب سلسلة هجمات فاشلة للميليشيا الحوثية ترافقت مع قصف مدفعي للجيش الوطني استهدف تحصينات وتعزيزات حوثية في جبهة الكسارة والمجح وهيلان. ولمزيد من التفاصيل حول الأوضاع العسكرية في محافظة مأرب ينضم معنا عبر الهاتف الضابط في الجيش الوطني الرائد مصطفى القحفة. أهلا وسهلا بك معنا سيادة الرائد. إذن الآن فيما يتعلق بالجبهات المشعلة في محافظة مأرب وعلى الأخص منها في جنوب المحافظة في العبدية وفي جبل مراد ورحبة والجوبة وأيضا حريب، هل من جديد حصل خلال هاتين أو هذين اليومين؟ تحية لك أخي هشام ولجميع مشاهدي قناة يمن شباب. التطورات الأخيرة عقب المواجهات التي أفضت إلى تدمير عدد من الآليات وسقوط عدد من بالعشرات من قتلى الميليشيات الحوثية في الجبهات الجنوبية المتعددة كما ذكر التقرير لديكم في جبل مراد وحريب وعلى أطراف أسوار العبدية وفي جبهتي ما بين مفرق علفة وملعى. بعد الإصابات التي أصيبت بها الميليشيات الحوثية من خسائر بشرية ومادية أطلقت 3 صواريخ باليستية على سوق واسط في الجوبة. الصواريخ الباليستية التي أطلقتها خلال الساعة الماضية لغرض إثارة الرعب لدى السكان أو لغرض إعطاء إنذار مبكر للمواطنين بالانسحاب من السوق. أيضا الميليشيات الحوثية فشلت في اختراق وتقدم باتجاه المحورين الذي تسعى منهما من جبهة ملعى وعلفة باتجاه الجوبة، أصابها يعني المدفعية أبطال الجيش وأيضا الطيران كان لهم بالمرصاد والمعارك على أشدها في تلك المواقع. أيضا كان هناك تحرك من قبل القيادة العسكرية ممثلة بألوية محور عتق باتجاه الصفراء، وهذا التحرك إذا ما لقى التوجيهات الرئاسية والقيادية والعسكرية سيكون له تبعات إيجابية كبيرة، خصوصا إذا تحرك المحور باتجاه حريب سيستطيع أن يحرر إذا تحرك بهذا الاتجاه. يعني تقول بأنه بالإمكان قيام بعملية الكماشة على الحوثيين من جهة الصفراء وأيضا من جهة ملعى لتطويق حريب. المحافظ شبوه أبدى استعدادا لدعم هذه العملية العسكرية، لكنه رجل مدني يحتاج هذا العمل إلى قرار سياسي وعسكري أيضا من قيادة الجيش، خصوصا وأن الإمكانيات متوفرة لدى المحافظ وستستطيع أن تلحق أيضا بالميليشيات الحوثية. طيب أليست قيادة الجيش هي محور بيحان؟ أليست قيادة الجيش هي محور بيحان التي تمتلك زمام الأمور العسكرية في هذه المناطق المشتعلة سواء في بيحان وعسيلان أو حتى في حريب والعبدية؟
نعم، خصوصا والجبهات الجنوبيه الاطراف المحاذيه لمحافظه شبوه، هناك تحرك ممكن يكون خلال الساعات اذا جاءت الاوامر والتوجيهات والخطط العسكريه. ستلقى الميليشيات الحوثيه ضربات موجعه ايضا، وستمنع تحركاتها باتجاه الصحراء التي تتجه من باتجاه من حريب او تتجه باتجاه جنوب شرق مارب، وايضا الطيران الذي يستهدف التعزيزات في كل الجبهات سواء تكون الشماليه او الغربيه في جبهه الكساره والمتجه وصرواح، وايضا على حدود العبديه ورحبه وكلها. الميليشيات طيب يعني تقول بان الجيش في الميدان ما زال بانتظار الاوامر العسكريه والخطط من اجل التحرك والتحول من موقع الدفاع الى الهجوم واسترداد المناطق التي كان قد خسرها خلال 20 يوم الماضيه، لكن هل تبقى من وقت من اجل كل ذلك، لا سيما وان الحوثيين كل يوم يطبقون الحصار على محافظه مارب ويتحركون من جهه الكساره والمجح ومن جهه العلم شمالا ويتجهون ايضا من جهه حريب والجوبه جنوبا، مما يعني ان مارب تحت ضغط شديد؟ إلى متى ستستمر القيادات العسكرية في التعامل ربما بمماطلة مع الوضع العسكري الحاد في الميدان؟ قيادات عسكرية في الميدان يخوضها وزير الدفاع يتواجد ورئيس الأركان وقيادات عسكرية من أبناء محافظة مارب، العميد الحليسي في مراد، ذياب القبلي في ملعى وعلفة بحيبح، كل القيادة العسكرية متواجدة والميليشيات لم تتقدم. هناك إعلام يتحدث عن تقدم الميليشيات باتجاه ودخول الجوبة، نحن نقول هذا الكلام ليس صحيح. الجيش في المرصاد ويتصدى للميليشيات الحوثية ويلقنها الهزائم ويسحق أنساقها ويدمر عتادها. هناك إعلام يثير إشاعات كاذبة، هناك تحرك للجيش وهناك تواجه مع ميليشيات الحوثية، والساعات القادمة تنبي إن شاء الله ببشارات خصوصا من الاتجاه الذي ستتحرك به محاور أبي شبوة، محور بيحان ومحور يعني هناك عدك. تعويل كبير على تحرك الجيش في محور بيحان لتطبيق أو تطويق الحوثيين في حريب. فيما يتعلق بالعبدية وهي الجبهة ربما الأكثر اشتعالا والتي تلاقي مصيرا خطيرا لا سيما وأن الحوثيون يطبقون عليها، هناك محاولات للحوثيين في قطاعي أبلح وخرفان وقام الجيش والمقاومة بصدها رغم ضعف الإمكانيات هناك، هل يمكن أن تزودنا ببعض تفاصيل ما يجري في العبدية؟ العبدية تحتاج إلى أن الجيش الوطني والمقاومة الشعبية يجب استعادة ملعى على وجه السرعة والوصول إلى ما بعد ملعى إلى 10 كيلو متر لفك الحصار عن العبدية. هذا هو الهدف الرئيسي الذي يجب من الجميع قيادة ومقاومة ودعما عسكريا ولوجستيا لفك الحصار عن مديرية العبدية. الميليشيات الحوثية تمطرها بالصواريخ والمسرعية، تهدم البيوت عبر القصف العشوائي والهستيري. الآن في واسط السوق الصواريخ البالستية هي نفس التي تسطرها إلى العبدية، لكن العبدية بالصواريخ الكاتيوشا وأيضا بالمدفعية، لكن هناك صمود أسطوري وهناك أبطال من الداخل تحتاجون فقط إلى من يتحرك من اتجاه ملعى وتحرير عقبة ملعى والعبور إلى ما بعدها بعشرة كيلو متر. نعم ليست المسافة كبيرة في نظر قوات الجيش الوطني وبالإمكان فعلا تحقيق مثل هذه الانتصارات، وللأمانة فعليا فإن المقاومة في مديرية العبدية صمدت صمود الجبال لا سيما وأن الحوثيين يحاصرون من كل مكان ويمطرونها بالقذائف وصواريخ، لكن رغم ذلك لم يتمكنوا منها. شكرا جزيلا لك الضابط في الجيش الوطني الرائد مصطفى القحفة.